السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات المنتجات المتميزة لأغلب براندات KNX الموجودة في السوق. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على بنتن كرتون موتور. يمكن ده من المنتجات المتميزة لثلاث أسباب. السبب الأولاني هو إن في بورت الموتور نفسه في بورت KNX، فبالتالي بقدر أوصله على الباس دايركت بدون حاجة إن أنا أشتري كرتون موجود. السبب الثاني هو ان انا بقدر اتحكم في الكيرتن برسنتج، دي من الحاجات المتميزه جدا، بدون حتى لو عندي اكثر من وسيله كنترول ما بيحصلش اي كونفليكت، سواء كان عندي ريموت كنترول او عندي كيباد او سنسور او موبايل ابلكيشن او فويس كنترول، كل وسائل الكنترول هنجربها مع بعض النهارده ان شاء الله مش هنلاقي اي كونفليكت ما بينهم وبين بعض، هنلاقي فيدباك متميز. السبب الثالث هو ان الكيرتن موتور بيجي من خلال كيت. الكيت جايه جاهزه معاها التراك بتاعها مع الموتور بتاعها معاها فيديو بسيط بيوضح طريقه التركيب، ممكن ده نفس لكم في الفيديو ديسكربشن. فبتقدر تركب الكيرتن بسهوله جدا وببساطه كركبت عندك في الشوروم في دقائق بعد. خلينا نشوف الفيتشرز المختلفه للكيرتن كيت باستخدام الموبايل ابلكيشن ده. انا ثبتت هنا كاميرا قصاد الكيرتن عشان وانا بكنترول من خلال الابلكيشن نقدر نشوفها، وثبتت برضو كاميرا ثانيه على وسيله كنترول تاتش سكرين كوسيله اضافيه مع الار اف ريموت كنترول، وده بيجي مع الكيت. وسيله كنترول رابعه هي الفويس كنترول، هنتكلم مع جوجل ونقول له يفتح الكرتن بالبرسنتج اللي احنا عايزينه. خلينا نبدا نجرب، وليكن هنفتح الستاره بنسبه 80%. خلينا نتشيك الفيدباك على التاتش سكرين ونشوف هل فتح بنفس النسبه ولا في اختلاف عشان نتاكد ان اذا كان الفيدباك مظبوط. هنا هنلاقي ان الكيرتن فتح بنسبه 80% على التاتش سكرين. نجرب نفتح بنسبه وليكن 30%. صار معايا تقريبا بنفس البرسنتج، اقل 1% 29. نجرب من التاتش سكرين نفسها ونفتح وليكن بنسبة 60% أو 59%، ظهر معايا بنفس البرسنتج. نبدأ نجرب من خلال الـ RF ريموت كنترول أوبن، وهستوب كده راندوم عشان أشوف واقف عند برسنتج كام. واقف هنا عند 86% على الموبايل أبلكيشن، واقف على 85% على التاتش سكرين. خلينا نعمل بلوز. ظاهر معايا 0% و0% وده كابلوز. تعالوا نجرب الفويس كنترول. هي جوجل open the blind for 50%. Alright, opening the blind to 50%. فتح ببرسنتج 50%، وتعالى نشيك التاتش سكرين نشوف فتح بنفس البرسنتج ولا لا. فتح بنسبة 49% وهنا 50%. معقول. في الحقيقه كمان عندي ميزه جميله جدا في السيتنج بتاعه الموتور، ان انا ما فيش سيتنج تقريبا، يعني انا على الاي دي اس كل اللي انا عملته ان انا نزلت ابلكيشن بروجرام ولقيت ان الاوبجكتس بتاعتي جاهزه، يعني انا عندي الستوب وعندي الموف وعندي البوزيشن اوف موتور او البرسنتج اللي انا بعمل بيها كنترول، حطيت الثلاثه كل واحد في جروب ادرس منفصل، ادا الموف وادا الستوب وادا البوزيشن، وببساطه خالص اخذت الجروب ادرس دي حطيتها على الفيجواليزيشن سواء كان على الموبايل ابلكيشن او على التاتش سكرين، وعملنا كنترول بالبساطه اللي بنشوفها من شويه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع منتج متميز جديد قريبا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.